من الذي خرج على الحكومة وقالت الحكومة إنه خارجي؟ حفتر لما خرج على الدولة من تونس في بيانه قال العلماء وقال المؤرخون وقال المحدثون وقال كل من يقول الحق قالوا هذا خروج على ولي الأمر. ثم بعد ذلك، وكان ذلك قبل حتى البرلمان والحكومة في طرابلس، قالت هذا خروج عن الشرعية. ثم البرلمان بعد ذلك، وهذا قبل البرلمان، ثم جاء البرلمان وتحت ظروف نعرفها شرعنه، فيقاتل هؤلاء الذين يصفون غيرهم بالخوارج مع من خرج ويقولون اقتلوا الخوارج. من خرج يقتل ويعلن ويرفع صوته وعاقرته بأن اقتلوا الخوارج. طيب وبعدين؟ وأمسكوا ببعض الناس، فهل فعلوا معهم فعل الخوارج ولا فعل الكفارة؟ انتبه يا أيها الذي في بنغازي وتخرج على الناس وتفتي، سنسألك من الخارجي الأول؟ ألست أنت؟ أليس الأمير الذي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنصرته؟ بلى يقولها الحق إن قلتها أنت ولم تقلها، لكن الحق يقولها. طيب إذن عليك أن تتوارى من الخلق قبل أن تصفهم بهذا الوصف. ثم بعد ذلك عندما تقتلون أناسا قد ظفرتم بهم، الخوارج الذين ورد الحديث في قتلهم وطوبى لمن قتلهم وقتلوه، هؤلاء هم من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن يخرجون من الدين، إذن وصفهم بأنهم كفار، وصفهم بأنهم كفار. فأنتم الآن إما أن تقولوا إنهم كفار فأصبحتم تكفيريين تصفون غيركم ممن وإن في أسوأ الأحوال يسمى باغيا، في أسوأ الأحوال تنزلا يسمى باغيا، في أسوأ الأحوال على سبيل التنزل قد نسميه باغيا، أنتم كفرتموه لأن فعلكم هذا الذي فعلتموه هو فعل بالكافرين، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، هذا ما ليش هكذا وخلاص، لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أما الخوارج أنفسهم الذين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيهم كبير، لكن حتى الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه نقل إجماع الصحابة على عدم كفرهم، وأغلب أهل أئمة الإسلام جمهور أئمة الإسلام على أنهم ليسوا بكفار. فأنتم الآن تقتلونهم وتفرحون بقتلهم وتقتلون حتى أسيرهم وتجهزون على جريحهم، فعلتم أمورا عجيبة ليس لكم عليها سلف، ليس لكم عليها سلف، وأنتم تخرجون علينا وتقولون نحن على السلف. هل قتلوا لعامة الناس ولا للإمام؟ هم هل يقتلون أو لا يقتلون؟ إن حكمتم عليهم أنهم كفار والصحابة مجمعون على أنهم ليسوا كفار، هذا إن كانوا خوارج، فمعناها أنتم تلبستم بأنكم تكفيريون، وعلى الأمة الآن الليبية وعلى أمة الإسلام جميعا أن تعرف أنكم تكفيريون. لأن حتى إذا رجعنا إلى مسألة الشيخ نادر رحمة الله عليه، الشيخ نادر بالطريقة الذي أخبر عنها شاهد قتله أنكم ردمتموه دون صلاة دون تغسيل ودون صلاة،
إذن فأنتم ترونه كافرا. الرجل يعلنها ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنتم يعني أهلتم عليه التراب بعدما قتلتموه بأبشع قتل أو قتلة، ثم واضح من فعل مما ذكر من شهد المسألة أنكم ما صليتم عليه وما غسلتموه، إذن فأنتم تحكمون بكفرهم، تحكمون بيش؟ بكفرهم. إذن فأنتم تكفيريون. والأمة قلت مجمعة أو شبه مجمعة على أن الكفار، أن الخوارج ليسوا بكفار، هم ما أنكروا لا إله إلا الله ولا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فعلوا أفعالا هي في باب المعصية، في باب المعصية ما عظمت يعني لا تكفرهم، وإن كانوا هم يكفرون بالمعصية. إذن ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ كفرتم فكنتم تكفيريين، والتكفيريون أسوأ من الخوارج. ففررتم من الخروج بزعمكم إن سميناه خروجا إلى القتال، ونسيتم أن يعني الإمام علي لما كفارهم قال من الكفر فروا، قالوا أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا وصعد غسلهم وصلى على قتلاهم إلا من كفروا فجعلوه إلها، إلا من كفروا فجعلوه إلها، فاشتد عليهم في العقاب ولامه بعض الصحابة وبعض أهل العلم. فيا إخواننا، والأمر الثاني كما ذكرنا هي مسألة كيف فعلت، كيف قلتموه؟ تأتي في أمام الشاشات لرجل يقتل بيسراه رجالا عزلا لا ندري هل تاب، حتى هل يقتل تائبهم؟ هل أنتم أقمتم عليه الحجة؟ ثم من يقتلهم؟ أنتم دائما وأبدا ولي الأمر، ولي الأمر حتى في كفار الدنيا، حتى في الكفار أصالة أبطلتم الجهاد وقلتم لا نجاهد إلا مع ولي أمر لا يتصور منه الجهاد. لماذا؟ لأن ليس في الدنيا عقل ولا نقل ولا شريعة يقول إن إماما تضعه الدول الغربية أو هي تقدر على إزالته إلا ما شاء ربي، تقدر على إزالته ثم سيحاربها ويجاهدها أبدا. فالجهاد رحمة الله عليه، الجهاد وين؟ في أهل الكفار. أما الجهاد في أهل الإسلام فأسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري.